يصلون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما حضراتكم شايفين السفر ده بسبب التسميد. تستغربوا ان السماد ممكن يحرق النجيل. السماد ممكن يحرق النجيل. من حوالي يومين لقيت واحد جنايني بيقول لي تعالى بص الجنينة عندي يعني صفرة فمش عارف من ايه. فانا سألته قلت له انت حطيت السماد؟ قال لي لا ما حطيتش سماد. فانا مستغرب اللون ده كده في حاجه محطوطه على النجيله، اما بنزين او جاز او سماد يعني نترات او يوريا، وما خدش ميه. فانا قعدت ابص يعني على النجيله، ففي اطراف النجيله في حتت يعني مش مليانه قوي نجيله، فلقيت ان فعلا في سماد محطوط يوريا وما خدش ميه. صاحب الجنينه كان مسافر ولقى عنده شوية يوريا موجودين في الفيلا، فقال نحطهم لأن ده سماد، فقال نحط السماد وحط السماد وما عطاهوش مية. شوف حضراتكم ده يوريا بس مش محطوط يعني مية على النجيلة، فحرق النجيلة. فنخلي بالنا من الحكاية دي، إن ممكن السماد يحرق لو إحنا ما عطيناش مية ومية تكون كفاية. ممكن ده خطأ غصب عنه، وممكن تكون مقصودة. لو واحد متضايق من واحد ممكن يعمل فيه الحكاية دي ويقصدها. شوف حضراتكم حاطط قدام الفيلا اهو سماد يوريا ومش واخد مية، فنخلي بالنا من الحكاية دي. يعني لو لقيت يعني حد بيدي سماد نتأكد ان خد السماد ده مية كويس علشان ما يحرقش النجيلة زي ما حضراتكم شفتوا كده. فالمفروض ان السماد بيغذي النجيلة، ولكن لو ما خدش مية كويس ومية كفاية زي ما حضراتكم شايفين كده يحرق النجيلة. والنجيلة ما شاء الله يعني خضرة وفي مجهود مبذول عليها، ولكن بغلطة صغيرة زي ما حضراتكم شايفين. العلاج ايه؟ العلاج ان احنا نديها مية ومية كتير، وان شاء الله مع الوقت كل ده هيتغير ان شاء الله. ان كان الفيديو عجب حضراتكم يا ريت نعمل اشتراك، لو مش مشتركين نشير الفيديو ونعمل اعجاب، وإن شاء الله تستنون فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.